الامتحان كان سهل أعزائي ومتابعي تلغراف مصر، أهلا بكم في لايف جديد من الأقصر. معاكم هنا أنا أحمد العطيفي، وطبعا يا خروج طلاب بعد أداء امتحان مادة الجبر الرياضيات، والامتحان سهل على حسب ما قالوا بعض الطلبة، والفرحة والبهجة على وجوههم. هنا الطلبة بدأت تخرج يعني، وبتقول الامتحان كان كويس وسهل ومناسب، يعني آراء طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة الأقصر وتحديدا من وسط المدينة وإحدى أمام اللجان الثانوية العامة اللي بيأدي فيها الطلبة طالبات امتحان النهاردة، يعني اللي قالوا فيه الامتحان سهل ومناسب. يمكن بنرصد لحضراتكم من خلال تليجراف مصر آراء الطلاب هنا في امتحان الثانوية العامة اللي قالوا فيه الامتحان كويس يعني ومناسب، ويعني الامتحان في مستوى الطالب المذاكر. الامتحان اخباره ايه يا استاذ؟ طب ممكن نسألك؟ قولي لنا الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ لا هو حلو يعني، المذاكر هو اللي هيحل. كان الوقت مناسب في المادة؟ يعني هو انا خلصت بس الوقت مباشرة. الأسئلة جت بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ لا هو مفيش غير كام سؤال بس اللي هو يعني هو في تركات بسيطة. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. يمكن زي ما حضراتكم شايفين فرحة وبهجة على وجوه الطلاب يعني هنا في ابناء محافظة الأقصر من طلاب الثانوية العامة اللي قالوا فيه الامتحان كويس واللي مذاكر هيحل، ويعني الامتحان مناسب زي ما حضراتكم تابعتم من خلال تلغراف مصر آراء طلاب الثانوية العامة، يعني اللي قالوا فيه الامتحان كويس وسهل ومناسب للطلبة اللي هو مذاكر هو اللي هيحل. يعني بنتابع مع حضراتكم آراء وتباين طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة الأقصر من خلال تلغراف مصر، وما زلنا معاكم في التغطية المستمرة على مدار الساعة. الامتحان اخباره يا غالي؟ طب ممكن نسألك؟ يمكن زي ما حضراتكم شايفين الطلاب يعني في بعض الطلاب طالع البسمة على وجوههم، وفي بعض الطلاب قالوا في تركات صعبة في الامتحان اللي قالوا فيه يعني الامتحان يعني في أسئلة جات غير مباشرة و الامتحان مناسب. قال لك اللي مذاكر هو اللي هيحل. طبعا في بعض الطلاب طلع مبسوطة، وفي بعض الطلاب طلع يعني بتقول الامتحان كويس ومناسب. يعني بنرصد لحضراتكم تباين وآراء الطلاب يعني في الثانوية العامة. أسألك يا غالي الامتحان عامل ايه؟ الامتحان عامل ايه؟ ها؟ كان صعب، كان في سؤال غلط على حد الخالي من السين. يعني الامتحان كان صعب؟ لا كان صعب، كان اصلا درجة حلوة والاصلا درجتين صعبة، اصلا درجتين عن فيها كان فكرة، وكان الامتحان محتاج وقت أكثر. اصلا 20 سؤال حلوين، بس في اصلا بتاع مثلا حد الخالي من السين. ماشي. في الاصل بتاع حد الخالي من السين ده كان محتاج يعني بيجين 1000 زي السين، حد الخالي من السين لازم يبقى واحد على سين على الأقل. فده السؤال بتاع تحس 100% غلط. السؤال ده غلط في الصياغه بتاعته كمان. الامتحان يعني فيها بعض الاسئله جت بغير مباشره. لا جت بغير مباشره. شكرا بالتوفيق يا غالي. انتم زي ما حضراتكم بتتابعوا من خلال تلغراف مصر، في بعض الناس يعني بيقول لك الامتحان صعب واسئله جت بشكل غير مباشر، يعني في بعض الشباب الوجوه يعني البسمه على وجوههم، والبعض الاخر طالع يعني مستاء، وفي يعني اللي كان رافض ان هو يتصور ولكن طالع مستاء من الامتحان بسبب يعني الامتحان يعني في تركات جات مش مباشرة يعني، وفي بعض الطلاب طالعين مبسوطين باللي قالت الامتحان سهل وكويس وممتاز، ولكن البعض الآخر قال الامتحان المذاكر هو اللي هيحل. يعني دي آراء طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة الأقصر، ما بين يعني اللي قال إن الأسئلة سهلة ومباشرة، والبعض الآخر اللي قال إن الامتحان كان فيه تركيات صعبة. طبعا دي آراء طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة الأقصر اللي قالوا فيه الامتحان أسئلة جات كويسة ولا صعبة يعني، فلكن في بعض من الطلاب اللي قالوا فيه الامتحان فيه تركيات والأسئلة مش واضحة والوقت غير مناسب. يعني في طلاب قالوا الامتحان الوقت غير مناسب والأسئلة جات بشكل غير مباشر. أخبار الامتحان يا غالي؟ صعب جدا، ساعتين بس. مشهور؟ إيه الامتحان إيه؟
امتحان الصعب زي الزفت ساعتين بس. صعب ليه؟ الأسئلة جات غير مباشرة ولا؟ اه هي أسئلة جاية يعني مختلفة كل مقال. اه ليه يعني كده ساعتين بس؟ هو فرنساوي حرام يعني أسئلة كتير يعني 36 سؤال حرام. الوقت كان غير مناسب برضو؟ الوقت مش غير مناسب خالص. والأسئلة صعبة. الأسئلة صعبة. طب هو في بعض الزملاء زملائك طالعين بيقولوا كان في مستوى طالب المذاكر بس. أيوه يعني هو يعني يجمر كده بس حرام يعني. بس ساعتين بس هو اه أسئلة ماشي. بس من طول الوقت ده أدبي 3 ساعات أدبي 3 ساعات. طب إحنا رياضة. يعني الوقت كده أفهم من حضرتك غير مناسب و... غير مناسب. والأسئلة غير مباشرة. غير مباشرة برضو كل مقالي. تجيب أنت تفكير مخك تجيب أنت تجيب أسئلة من عندك أنت. طب أنا أجيب أسئلة ولا هو يجيب أسئلة. حرام ظلم. بالتوفيق ان شاء الله. انتم زي ما حضراتكم تابعتوا يعني عدد كبير من الطلاب طالع بيقول الاسئله غير مباشره يعني ان الامتحان جه غير مباشر وهو في مستوى الطالب المذاكر اللي يعرف طريقه الاسئله اللي هي غير مباشره هو اللي هيقدر يحل. يمكن من خلال تلغراف مصر بنرسل لحضراتكم اراء وتباين الطلاب النهارده الامتحان الجبر الرياضيات اللي في عدد كبير طلع وقال الأسئلة مباشرة والبعض الآخر قال وقت غير مناسب يعني حرام ساعتين على رأي زي ما قال الطالب يعني ان الامتحان ساعتين كان الوقت قليل جدا. رصدنا لحضراتكم من خلال تلغراف مصر تفاصيل امتحان الجبر هنا في محافظة الأقصر. كنت معاكم من محافظة الأقصر أحمد العظيم في تلغراف مصر.